يتزايد كل يوم دور المرأة السعودية كمستثمرة في أسواق الأوراق المالية، لكن توليها مسؤولية إدارة الشركات المدرجة ما زالت أقل من النسب في الأسواق العالمية. وفي يوم المرأة العالمي تظهر الإحصاءات أن عدد الإناث في مناصب تنفيذية وفي مجالس إدارات الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية الرئيسي والموازي كانت في عام 2021 نحو 37 سيدة، إلى أنها تراجعت إلى 33 سيدة يشغلن 38 مقعداً، نظراً لأن بعضهن لديهن عضوية في أكثر من مجلس. وتتولى 4 سيدات قياديات شركات كبرى من بينهن 2 في مناصب رئيس مجلس الإدارة. الأولى سارة السحيمي في مجلس إدارة تداول السعودية، والتي تشغل المنصب منذ عام 2017. وحققت المجموعة خلال فترتها أعلى أرباح لها منذ عام 2012 في عام 2021، ولكن الأرباح تراجعت خلال العام الماضي. الثانية هي لبنى العليان في بنك ساب كرئيسة مجلس الإدارة. خلال فترتها استحوذ ساب على البنك الأول، كما حقق ساب في 2022 أعلى أرباح في تاريخه. أما الثالثة هي جمان الراشد في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلان أو الإعلام. خلال فترتها نمت أرباح المجموعة بنسبة 119% خلال عام 2021، بما سجلت بالربع الثالث من العام الماضي أعلى أرباح في تاريخ المجموعة. الرابعة والأخيرة هي فرح المتعب، والتي تشغل منصب رئيس تنفيذي في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018. الشركة حققت نمواً في الأرباح بنسبة بلغت 99% خلال العام الماضي، حيث بلغت 70 مليون ريال، لكنها لم تصل إلى مستويات ما قبل عام 2018. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من الرياض السيدة لطيفة إبراهيم السرحان، محللة مالية. أهلا وسهلا بك سيدة لطيفة. أبدأ بالحديث معك عن دور المرأة السعودية بالتحديد بأسواق الأسهم. يعني أسألك، كيف تقيم هذا الدور، وكيف تري ربما عدم نمو الاستثمارات النسائية بسوق الأسهم السعودية بشكل كبير بالمقارنة بدور الرجل أو مشاركة الرجل؟ مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. في البداية لنتفق أن اليوم توجد مستثمرات في السوق السعودي، فكما أشارت إحصائيات هيئة السوق المالية المنتهية في العام 2022، عدد المستثمرين الأفراد كان 5.8 مليون فرد، حيث تشكل منهن الإناث 1.5 مليون فرد مقارنة ب 4.3 مليون فرد من الذكور المستثمرين. بالتالي حصة المرأة من سوق الاستثمارات هي 26% مقارنة 74% من المستثمرين الأفراد الرجال. عودة إلى السؤال، أسباب تدني الاستثمارات بين الإناث في السوق اليوم، يعزى هذا الأمر إلى أسباب متعددة، من ضمنها قد يكون تاريخيا في المجتمع عدم وجود المسؤولية المالية على عاتق المرأة في الماضي، بالتالي المحافظة على الدخل أو تنمية الثروة لم تكن بهاجس لدى بعض النساء. ثانيا، قد يكون عدم المساواة في الرواتب، فعلى سبيل المثال بعض المؤسسات الخاصة تكون رواتب النساء أقل من رواتب أقرانهم في العمل الرجال، بالتالي تدني مستوى الدخل يدعو إلى تدني القدرة على أخذ المخاطر، حيث تلك الفروق الصغيرة في الأجور يتضاعف أثرها مع الوقت. فمتوسط الأجور اليوم استنادا على بيانات التأمينات الاجتماعية، متوسط راتب الذكر في القطاع الخاص تقريبا هو 8300 ريال سعودي، مقارنة بمتوسط الدخل للأنثى في القطاع الخاص وهو 5058 ريال سعودي في 2022. تلك الفجوة في الأجور مرت بعدة مراحل، حيث كانت في العام 2016 77%، فكان متوسط راتب الذكر في القطاع الخاص 6700 ريال سعودي مقارنة بمتوسط راتب الأنثى والذي كان ما يقارب 3900 ريال سعودي. ارتفعت تلك الفجوة في الرواتب وصولا إلى 82% خلال العام 2019، لكنها تراجعت في العام 2022 نزولا إلى 66% بسبب دخول المزيد من الإناث في سوق العمل وتعديل الرواتب. فاليوم مشاركة النساء السعوديات في القطاع الخاص تشكل 39%، أي 855 ألف موظفة سعودية في القطاع الخاص. عذرا المقاطعة سيدة لطيفة، شكرا على الإسهاب في الجواب بالنسبة للسؤال الأول. دعينا ننتقل إلى السؤال الآخر ونقتنص الوقت. ما هي الحلول وكيف يمكن للمرأة السعودية أن يسهل لها الاستثمار والتعزيز أيضا تواجدها في سوق الأسهم السعودي؟
جميل، نبدأ في الخطوة الأولى. الخطوة الأولى وهي طريقة فتح المحفظة الاستثمارية. قد يكون اليوم الكثير من السيدات لديها الرغبة في البدء في الاستثمار، ولكنها لا تعرف كيف تكون أول خطوة. فبالتالي فتح المحفظة الاستثمارية تكون عبر الشركات الاستثمارية والمالية المرخصة من هيئة السوق المالية. على سبيل المثال للحصر الأدرع الاستثمارية للبنوك اللي هي شركات الكابيتال، تستطيع السيدة فتح المحفظة عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة الأفرع، وكذلك العديد من التطبيقات المرخصة من هيئة السوق المالية الأخرى. بعد فتح المحفظة يكون أمام السيدة خيارين: أما الاستثمار المباشر عبر إدارة محفظتها الشخصية، حيث تتوفر لها العديد من الأصول المختلفة كالأسهم والصكوك وصناديق الريت، أو يكون أمامها الخيار الاستثمار الغير مباشر، بالتالي تقدر أنها تدخل في صناديق الاستثمارات المدارة من قبل الشركات الاستثمارية، بالتالي تعطيها إدارة احترافية للمحفظة. والصناديق يعني متعددة، وقد يكون أفضلها التي يحتوي على أعلى نسبة من التنوع. طيب أو ذكرتي كذلك حضرتك، أبو تفضلي. تفضلي. طيب أسألك سؤال كذلك أخير وجود بما الكثير تبقى من لدينا من وقت، يعني ربما ماذا عن زيادة المدخرات بالنسبة للسيدات، للمرأة، بالتالي زيادة الاستثمار؟ يعني إلى أين يجب أن تتجه المرأة بحسب وجهة نظرك أو خبرتك؟ وتحدثت يعني عن الكثير ربما من النقاط الهامة. جميل. خلينا نبدأ بأنها تستطيع السيدة في استقطاع مبلغ بسيط من الراتب ومراقبة المصاريف، حيث اليوم توجد العديد من منصات إدارة المصاريف الشخصية وإدارة الميزانية الشخصية، تستطيع من خلالها تحديد الأهداف لها، سواء كانت مثلا شراء سيارة، شراء منزل، بالتالي يشجعها على معرفة أين وضعها اليوم مقارنة بالهدف. أيضا قد أقترح تعلم بعض الحرف، حيث ذلك يرفع من إمكانية العمل بشكل جزئي، وبالتالي يرفع مستوى الدخل لديها ويرفع إمكانيتها واضح. للادخار ثم الاستثمار. شكرا جزيلا، كنت معنا السيدة لطيفة إبراهيم السرحان محللة مالية، كنت معنا من الرياض، شكرا.